بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلت الرواية إلى احتجاج الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مع النصارى الذاهبين إلى أن المسيح ابن الله. هنا قبل تكميل الرواية نذكر بعض الأمور تمهيدا. الأمر الأول أن بناء العقلاء قائم على حجية الظهورات، أن الأصل هو التزام الإنسان وقصد الإنسان بظاهر ما يتفوه به. يعني لو أقر بشيئا في باب الإقرار أن لك علي درهم، بعد ذلك ذكر أني كنت ممازحة، لا نقبله بنفيه لإقراره، نقول ظاهر الكلام أن يكون الإنسان جديا في كلامه مو أنه ممازح، أن لا يقصد الجدية في الكلام. لو شك في وجود تخصيص مثلا، لك علي درهم إلا نصف درهم، يعني تطلبني نصف درهم، ولكن لم يذكر المخصص المنفصل، وما كان من شأنه من طبيعته أن يذكر المنفصلات، فهنا أن قال لك علي درهم، ثاني يوم إجا قال أنه إلا نصف درهم، هذا ما نقبل كلامه، نقول ظاهر كلامك حجة. إذا نفى الله عز وجل والعياذ بالله، قال لا إله، ثاني يوم يجي يقول أنا كنت أقصد لا إله غير الله، لا إله إلا الله، نقول لا، صدرت كلمة الارتداد منك، أنت نفيت كل الآلهة، ما ذكرت المخصص. العقلاء في العالم يتعاملون مع ظواهر الكلمات، ودين الإسلام والأئمة ورسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما كانوا يحاورون الناس على طريقتهم، لذلك ظهورات الرواية حجة. ما يمكن واحد يذكر أمر بعدين يأول على غير ظاهره، إلا إذا هو من الأول يقول أنا أذكر لك كليات وبعدين أبين لها، أذكر الضوابط العامة بعدين أفصلها، فهو من الأول يصرح أنه ظواهر كلامي مو حجة، إلا أن المحاورات العرفية طرق التواصل مع الآخرين عبر المحاورات العرفية، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا الوضع. إذا بعض مثلا الفلاسفة يجي يعدد الإله والعياذ بالله ويقول بوحدة الموجود، يصرح بعد ذلك يعني كل شيء الله مثلا، بعد ذلك يريد يبين غير ظاهر كلامه، هذا مو مقبول، نقول نأخذك بظاهر كلامك، أنت قلت كل شيء الله بعدين تريد تبين شيء غير ظاهر الكلام، هذا مو مقبول منك. زين، إذن النقطة الأولى أن طرق المحاورات الاعتماد على ظواهر الكلمات عند بناء العقلاء، هذا قام عليه بناء العقلاء. النقطة الثانية تكميلا للصورة في النقطة الأولى، نقول الدلالة قد تكون دلالة تصورية، وقد تكون دلالة تفهيمية، وقد تكون دلالة تصديقية جدية. الدلالة التصورية يعني واحد يضع مثلا لفظا بإزاء معنى، أنا وضعت مثلا اسم حسن على هذا المولود الجديد اللي جاني،
وضعت اللفظ بإذاء هذا المعنى، يعني تصور أو وضع كلمة الديك مثلا لمعنى هذا الحيوان الخاص. صرف، ماكو هناك نسبة وماكو هناك إرادة. القسم الثاني الدلالة التصديقية اللي يسموها الدلالة التصديقية التفهيمية، يعني أنا أجعل هناك نسبة بين الكلمات وهذا ظاهر الكلام هكذا، يعني عندما يقول أنصر زيدا شنو ظاهر الكلام؟ ظاهر الكلام أنه يأمره بنصرة زيد، هذا يقولون الإرادة الاستعمالية، يعني الواضع وضع هذه الكلمات لمعاني خاصة. هناك مرحلة ثالثة من الكلام، من الإرادة التصديقية، القسم الثاني من الإرادة التصديقية، الإرادة التصديقية الجدية اللي يقال لها الإرادة الجدية. يمكن واحد يقول ائتني بأسد، الإرادة الاستعمالية شنو؟ التفهيمية، الأسد يعني الحيوان المفترس، ولكن أنا أدري من قرائن داخلية، من قرائن خارجية محيطة بالكلام هذه القرائن، أنه لا يقصد بالأسد الحيوان المفترس، وإنما يقصد الرجل الشجاع، لأننا في خضم معركة مثلا وحرب مع الكفار ونحتاج إلى بعض الأسود في الميدان، فهذا يقولوا له الإرادة الجدية. الأصل الأولي، إذا شككنا، إن شككنا في أن المتكلم قصد الإرادة الجدية أم لا، بس الإرادة الاستعمالية، يعني عندما قال لا إله، يعني مو إرادتي الجدية، إرادتي الجدية بعدين أبينها، هذه فقط أنه الظاهر نفي الإله، هذا الظاهر يعني ما عندنا الله، بس أنا ما قصد هذا الظاهر. إذا شككنا أنه هل قصد الظاهر أم لا، شنو الأصل؟ الأصل تطابق الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية، يعني بالفعل ما دام هو ما جعل قرينة، مو من شأن الكلام أمر آخر، نحمل إرادته الجدية على ظاهر كلامه. إذا واحد أجى أقر قال أنت تطلبني 100 دينار، بعدين قال لا أنا مو إرادتي الجدية 100 دينار، وإنما هاي إرادة استعمالية اللي تصورت أنت، اللي ظهر هذا المعنى الذي ظهر لذهنك، أنا أقصد به 100 دينار معنى آخر، 100 دينار عراقي زمن المقبور السابق اللي ما يسوى الآن أصلا شيء، هذا مو مقبول. الأصل يسموه هذا، يذكروا هذا البحث طبعا، يسموه أصالة الظهور أو أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة باختلاف المباني. الشيخ الأعظم يرى أصالة عدم القرينة، يقول هذا حجة، يعني ماكو قرينة على أن إرادتي الجدية تختلف عن الإرادة الاستعمالية، إذن هذا حجة كلامي. الآخون يقول بأصالة الحقيقة، البعض والمتأخرين يقولون بأصالة الظهور اللي تجمع، يعني أصالة الظهور يعني ظاهر كلام حجة. زين، إذن هذه النقطة الأولى مشفعة بتتميمه. النقطة الثانية أنه دائما هناك أشخاص شياطين يدسون في الكتب من طبعهم، ودائما هناك أخطاء من النساخ، فيجب أن يراعي الإنسان ويرجع إلى المصدر. في روايات نهواية سابقة الأصول 400 اللي بعدين الإمام الرضا سلام الله عليه نقع هذه الأصول، يعني كانوا يأتون 4000 تلميذ عند الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كانوا يأتون ويكتبون، ومجموعة من الشياطين، شياطين الإنس مثل أبي خطاب، كانوا يأخذون هذه الكتب. من أبي خطاب كان عنده مجموعة تلاميذ، كان يدزهم يتصادقون ويا طلبة الإمام الصادق، فيقول له أنا ما موجود يوم أسبوع، اعطيني هذا اللي كتبته أنا أستنسخ منه، فيعطيك الأوراق اللي كاتبها، يجيب إلى أبي خطاب لعنه الله، فهذا يضيف روايات في بطن هذه الروايات كاذبة، فلما الكتاب يرجع إلى مؤلفه تلميذ الإمام ما يصدق أنه هاي مو رواية الإمام، هذا نفسه هو الإمام ذاكرة. لذلك
كثيرين دسوا في كتب الرواة، روايات جعلية المغيرة مثلا، أفراد متعددون مذكورة أسماءهم في الكتب. فبعد ذلك أمثال ابن أبي عمير رضوان الله عليه كانوا يأتون إلى الإمام الرضا ويقرؤون هذه الكتب، فالإمام يقول هذا صدر منا وهذا لم يصدر منا، فنقحوا. وبعد ذلك تلك المجاميع اجتمعت في الكتب الأربعة، يعني الأصول الأربعة ما اجتمعت في الكتب الأربعة وبوبت، والروايات فصلت وبوبت على أبواب فصول متعددة. إذا واحد يريد ما لازم يعتمد، المحقق ما لازم يعتمد على أي مصدر يشوفه، يمكن هذا تقطيع، يمكن هذا مو القصد المؤلف، هذا مقطع جزء، هذا الجزء ما يظهر، يمكن هذا بعنوان إن قلت يذكر الإشكال وبعد ذلك يجيب، فهذا يجيب الإشكال فقط ويقول فلان عالم شيعي يقول هكذا. فإذن والسيد الوالد رحمه الله في كتابه فصل الخطاب، في تحريف كتاب رب الأرباب، كان يقول أصل الكتاب في رد تحريف كتاب رب الأرباب، في رد التحريف. فهذا الكتاب كان خطي ماخذ الإشكالات، لم يذكر الأجوبة، فطبع الكتاب هكذا. السيد الوالد رحمه الله كان يذكر أيضا شواهد على هذا المعنى. طيب، بس المهم أن يراجع الإنسان المصدر الأصلي، لا يعتمد على المصادر الأخرى، إما للخطأ إما للتعمد. فهنا النصارى يذكرون أمرا لرسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا أنتم قطعين في الكلام، مو هذا كلام الكتاب الذي تنقلوه، في الكتاب إضافة لم تذكر الإضافة، فيبين ذلك ويفحمهم رسول الله عن المصدر الأصلي. هذه أيضا النقطة الثانية. تريدون نلاحظ إذا بعدين نبين بعض النقاط الأخرى. وصلنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أشكل عليه النصارى بأنه نحن نقول عيسى ابن الله، وأنتم تقولون أن إبراهيم خليل الله سلام الله على الأنبياء جميعا. فكما أننا نقول أن هذا فت قياس، طبعا هذا القياس مو صحيح، والرسول الله يبين بطلان هذا القياس، يعني لا يرتبط قولنا إبراهيم خليل الله بقولكم عيسى ابن الله. كيف؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يبين، يقول الخليل إما من الخلة أو من الخلة، فلازم نرجع للمادة، وهذا في البحث يمكن نتطرق إليه في وقت من الأوقات، أنه نرجع للمادة، شنو المقصود بالخليل؟ وعلى كل قصد ما يرتبط بالابن، الابن يعني ولادة، أب وابن، وهناك ولادة، وهناك أن الأب قائم والابن وجوده بوجود الأب، فهذه الولادة موجودة. أما في الخليل ماكو هذا المعنى. أما الخليل بمعنى الخلة يعني الفقر والحاجة، إبراهيم خليل الله يعني محتاج إلى الله عز وجل، فقير إلى الله، استغنى عن كل شيء وافتقر إلى الله، اللي هذه أعلى درجات العبودية، وذكرنا يمكن في البحث الماضي جزء من هذا المعنى. وإن كان المقصود مو الخلة، وإن كان المقصود الخلة، الخلة يعني التخلل، يعني دخل في المعاني، يعني عرف الله عز وجل أكثر من غيره، عرف صفات الله، ارتبط بالله أكثر من الغير، وهذا هم يرتبط بمعرفته بالله عز وجل ومعرفته بالصفات الجمالية والجلالية. هذا أين هذا من معنى الابن؟ شنو هذا القياس الباطل؟ ما الربط بينهما أصلاً؟ أنه هذا ابن الله هذا خليل الله، هذا إما فقير وإنما متعمق في معرفة الله، فقير أو متعمق في معرفة الله، ذاك ولد يعني قائم. إذا تقولون الولد ولد تشريفي شرفي، فالمفروض موسى أن تقبلوا أيضا موسى يكون ابن الله عز وجل، فلماذا لا تقولون أن موسى ابن الله؟ لاحظوا الرواية، قال رسول الله، فقال له أحدهم يا محمد أولستم تقولون إن إبراهيم خليل الله
قال قد قلنا ذلك. صحيح، ما ننكر. قال فإذا قلتم ذلك فلما منعتمونا من أن نقول إن عيسى ابن الله؟ باؤكم تجر وباؤنا لا تجر؟ لا، هذا مو من واد واحد. مثل واحد يجي يقول المنارة أرفع أم السكين أحد؟ شنو ربط هذا بذاك؟ لازم الموضوع أقلن المحمول يكون واحد. المنارة أرفع أم الجبل أرفع؟ زين، أما هذا ما شنو ربطه؟ في السهات هكذا كانوا يغررون بالناس علماء النصارى بهالطريقة، يقولون إذن عوام الشيعي إذا ما يعرف، العوام المسلم إذا ما يعرف يغتر يشوف. صحيح، ابن وخليل نفسه، هذا الصديق ذاك ابن، ما الفرق بينهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنهما لن يشتبها، ليس من واحد من واد واحد، لأن قولنا إبراهيم خليل الله فإنما هو مشتق، يعني الخليل، نرجع على مبدأ الاشتقاق، من الخلة، هذا المعنى الأول. والخلة إنما معناها الفقر والفاقة، فقد كان خليلا إلى ربه، يعني شنو؟ يعني فقيرا وإليه منقطعا، انقطع عن الكل وارتبط بالله. هنا الله عندما يطلب الإنسان من الله شيء، إذا كان خليل منقطع الله يستجيبه. عندما بالبحر واحد يكون في حالة الغرق، هناك يجد الله عز وجل، وعموما الملحدون في هذه الصورة يجدون الله عز وجل. وعن غيره متعففا معرضا مستغنيا، العفيف يعني اللي يترك الشهوات الدنية، وهذا طبعا ألفت بحث مفصل أن وجود الشهوات في الإنسان هذا مو نقص وإنما كمال، ولكن تحديد هذه الشهوات هذا هو المهم، عدم الإفراط والتفريط. يعني النصارى مثلا الشهوة الجنسية يكبتونها قساوستهم، هذا لا، هذه شهوة للتكامل في الإنسان، البعض يفرط فيها، لا، وإنما المفروض. أو حالة الغضب، الغضب مطلوب ولكن بحدوده، واحد لازم يغضب على دينه، يكون عنده حمية على مذهبه، على عائلته، إذا واحد ما عنده عصبية على عائلته، مو عصبية الجاهلية، لا، الحمية الغيرة يعني، هذا شنو؟ باطل، ما تبقى إلى عائلة، ما يبقى إلى وطن، ما يبقى إلى دين. فإذا حالة الغضب واحد لازم يغضب من الكفار الذين يهجمون على بلاد الإسلام بالأسلحة أو بالشبهات وما إلى ذلك، حتى هذه حالة الغضب تحركه نحو العمل. وعن غيره متعففا، يعني يترك الشهوات الدنية طبعا، معرضا مستغنيا عن كل شيء إلا الله عز وجل، وذلك لما أريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق، جعلوه في المنجنيق حتى يرموه إلى النار، فبعث الله جبرائيل، طبعا هذا افتتان، أعلى درجات الافتتان، والافتتان يعني الافتتان خصوصا للخلص، هذا أصعب من الافتتان للعوام، هذه درجات الإيمان تتبين بالافتتانات الصعبة. إذا واحد قلبه مثل القير، قير، هذا القير تدير عليه نفط ما يتغير، قير ما يتغير، نفط تدير عليه. أما إذا واحد قلبه مثل المراية، المراية بنفس الإنسان أيضا تتكدر. لذلك أحد الأتقياء ينقل في أحواله أنه بعد وفاته شافه في عالم الرؤيا، سألوه، طبعا الرؤيا مو حجة ولكن هناك أمور ومؤشرات، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول مبشرات، هل من مبشرات؟ يعني بعض الأحيان بعض الرموز تفك أو بعض الإشارات التي تؤيدها الأدلة والعقل. فقالوا له ونكت هالفترة ليش ما شفنا في عالم الرؤيا؟ قال أنا هناك معاتب على كلمة في نهار جميل خرجت، قلت الحمد لله اليوم النهار كلش لطيف، الجو لطيف أو الجو جيد. قال له يعني في غير أوقات الجو سيء؟
يعني كأنه ما له مفهوم، ولو في الأصول يقولون ما له مفهوم، لأنه مو بإذاء الشرطية ولا مفهوم الحاصلة، هذا لقب أو إثبات الشيء لا ينفي معتبر. هناك قليل يعني هذا إلى الظلال هذه الكلمة، فهنا أنت معاتب على هذا الظلال لهذه الكلمة. زين، فالله عز وجل أراد افتتان إبراهيم حتى يطيل تلك الدرجات العالية بعد تلك الامتحانات الصعبة. فبعث الله جبرائيل فقال له، يعني جبرائيل، أو فقال الله لجبرائيل أدرك عبدي. فجاء جبرائيل فلقيه في الهواء فقال له كلفني. أنا مأمور من قبل الله، زين بعد الله دزني، مو فتشي خارج عن إطار الله عز وجل. ما بدا لك فقد بعثني الله لنصرتك. فقال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، إني لا أسأل غيره حتى وإن كان جبرائيل، أنا ما أسأل غير الله عز وجل، ولا حاجة لي إلا إلهي. فسماه خليله، هنا صار الخليل يعني المحتاج إلى الله حقيقة. واحد لازم ينمي روح الفقر إلى الله عز وجل، أن يكون عبدا لله، مو عبد للناس، مو عبد للمال، مو عبد للشهوات، مو عبد للملذات، عبد لله يكون. الله يريدني من أنا أروح أمشي، ما يريدني من أنا أروح ما أمشي، انتهى. حسبي الله ونعم الوكيل، إني لا أسأل غيره ولا حاجة لي إلا إليه. فسماه خليله، أي فقيره ومحتاجه والمنقطع إليه عمن سواه. هذا بمعنى الخليل، بمعنى الخلة. وإذا جعل معنى ذلك، معنى ذلك يعني معنى الخليل، من الخلة، يعني مو المبدأ الخلة، الخلة، وهو أنه قد تخلل معانيه، التحقيق في المفاهيم، التحقيق في المباني والمعاني، يعني الدخول في غور هذه المعاني، ووقف على أسرار لم يقف عليها غيره. وصل إلى درجات عالية من المعرفة. كان الخليل معناه العالم به، يعني بالله عز وجل وبأموره، هذا المقصود. ولا يوجب ذلك تشبيه الله بخلقه. وين الابن من الأب؟ الابن يعني هذا نظير أبيه، بعد فيه سمات أبيه. وين أنه هذا خليل، يعني دخل في بعض ما يمكن أن يدخل فيه المحدود، الجسم المحدود البشر، من معرفة الله عز وجل. ألا ترون أنه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليلة؟ هاي خش استدلال، خش دليل، وخش حجة. يقول إن لم ينقطع إلى الله عز وجل أو لم يدخل في عمق المعرفة ما كان خليل، بس يمكن الابن تكويناً ينفصل عن والده، يعني لا يكون هذا أبوه؟ لا، هذا أبوه، رضي به أو لم يرضى به. إذا في الملاعنة هم نقول هذا مو أبوه، هذا نفي حكمي مو نفي تكويني ولادي. الأب يعني هو الذي الطفل من الوالد، هذا النطفة تكونت وسببت هذا الوليد الخارجي للمرأة، هذا ما يمكن إنكاره، هذا يعود إلى النقيضين، هم هو ابنه هم مو ابنه، واحد ينفي ابنه ما له معنى. ألا ترون أنه إذا لم ينقض عليه لم يكن خليله؟ إذن الخلة أو الخلة مفارقة، عارض مفارق، أما الولادة هذا مو عارض مفارق، خلاص انتهى ثبت. ما معنى الانفصال عن، يعني عارض لازم، ذاك عارض مفارق، هذا عارض لازم. الأب علة وجود الابن، خلاص، وعلة محدثة مو علة مبقية، يعني بعدين لو ينفي خلاص هذا ابن انتهى. ولا يجب ذلك تشبيه الله بخلقه. ألا ترون أنه إذا لم ينقطع عليه لم يكن خليله، وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن خليله. لم ينقطع عليه يعني الخلة، لم يعلم بأسراره إذا أخذناه بمعنى الخلة. وأن من يلده الرجل وإن أهانه وأقصاه لم يخرج عن أن يكون ولده، هذا ابنه بعد حتى وإن نفى ابنه انتهى. لأن معنى الولادة قائم به، يعني بهذا المعنى الأب والابن خلاص انتهى، يعني الولادة علة محدثة مو علة مبقية، بعدين خليه ينفي انتهى.
هذا المعنى. إذا واحد قتل زيد هذا ثبت فيه القتل ولو الآن ليكون قاتل، نقول هذا قاتل. طبعا أكو بحث في المشتق أنه حقيقة فيما مضى في المستقبل في المتلبس، هذا له بحث آخر. لذلك لا ينال عهد الظالمين، من يظلم مرة في حياته كالأول والثاني والثالث عليهم لعائن الله، هذا مرة ظلم خلاص هذا يصدق عليه أنه الظالم، وعهد الله الخلافة لا تنال الظالم بنص الآية المباركة. ثم إن وجب، لأنه قال هذا الإشكال النقضي على النصارى، رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ بالإشكال النقضي. ثم إن وجب لأنه قال لإبراهيم خليلي أن تقيسوا أنتم فتقولوا بأن عيسى ابنه، هذا القياس، إذا هذا سلمنا هذا القياس فرضا هو تام. وجب أيضا كذلك أن تقولوا لموسى إنه ابنه، فإن الذي معه من المعجزات، لأن النصارى كانوا يقبلون موسى، من المعجزات لم يكن بدون ما كان مع عيسى، معجزات موسى لا تقل عن معجزات عيسى عليهما سلام الله، فقولوا إن موسى أيضا ابنه. وإن يجوز أن تقولوا على هذا المعنى أن موسى ابنه أنه، إذن قولوا كيف أنه شيخه وسيده وعمه، يعني شيخ الله سيد الله عم الله رئيسه أميره كما قد ذكرته لليهود. إذا موسى يمكن أفضل من عيسى عند النصارى، إذن موسى مو ابن الله، أخ الله سيد الله والعياذ بالله. فقال بعضهم، هنا الاقتطاع اللي ذكرناه في الروايات، لبعض وفي الكتب المنزلة، بعض الكتب العهد القديم الجديد أي كتاب اللي يقصده، وفي الكتب المنزلة أن عيسى قال أذهب إلى أبي، أذهب إلى أبي، هو عيسى دي يقول هذا أبويا هذا والدي، فأنا دي أروح يم والدي بعد أن قتل على رأيهم الباطل. طبعا رسول الله لنا قال لا، في هاي كتبكم مو إلى أبي، ليش اقتطعتوا جزء؟ إلى أبي وأبيكم، يعني وأب الحواريين أيضا، لأنه كان يتكلم مع الحواريين. فإذا صح أن يكون أبا لعيسى فهو أب، يعني بهذه الكلمة فهو أب للحواريين أيضا، فإذا الحواريين اشتركوا مع عيسى، ليش تقولون عيسى ابن الله؟ قول الحواريين كلهم أبناء الله بنص هذا الكلام اللي مذكور في كتبكم وأنت الآن ذكرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن كنتم بذلك الكتاب تعملون أو تعلمون فإن فيه أذهب إلى أبي وأبيكم، فقولوا أن جميع الذين خاطبهم عيسى كانوا أبناء الله كما كان عيسى ابنه، من الوجه الذي كان عيسى ابنه، يعني من نفس، شنو معنى البنوة؟ البنوة الولادة، إذن كل الحواريين أولاد الله، البنوة يعني الشرف، كل الحواريين في نفس المرتبة على هذا القول، وهذا ما تقدرون تلتزمون به. ثم إن في هذا الكتاب مبطل عليكم، في نفس الكتاب يقول الله عز وجل جعل عيسى ابنه لما اختص به من خصوصيات، فهل الحواريون اشتركوا مع عيسى في تلك الخصوصيات أم لا؟ أخذنا الوقت، إن شاء الله نكمله في غد. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.